خلينا نروح ياسر الحكمي. ياسر، انا عارف انه انت تحمست مع الاصوات الحلوه، صح ولا لا؟ والحوامه حاولوا تجون عندنا الاستوديو. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد عبد الله، احنا بنخليكم اخر شيء، لكن طبعا احنا مع الاطفال المبدعات والجميلات ما شاء الله، بلبس الشعبي، بلبس العيد، مع الجده ام عائشه. اهلا وسهلا فيكم عائشه، الله يحييك. حياك الله، مرحبا بالجميع، ونسلم على ملكنا سلمان وعلى ولي عهده وعلى عيالنا في الحد الجنوبي، الله ينصرهم، وعلى الشعب السعودي واخواني وما يعز علي من صغير وكبير. وحياكم الله انت ويا القناة الجديدة الثقافية اللي جيتوا بنا. الله يحييك يا رب. ان شاء الله، طبعا ام عائشة هي الجدة ما شاء الله عليها، وجايبت لنا الشباب المبدعين ورا، والبنات الله يعطيهم العافية يعيدون على منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزي ما سمتها ام عائشة قبل الهوى تقول الحوامة. فخلينا نتعرف اول شيء جدتي، وش هي الحوامة؟ الحوامة عبارة عن قريض وملبس وحلاوة برميت وحلاوة عصعو وسيسبان وش اسمه قرص عباد الشمس اللي تعرفينه، ونجمعه مع حلقوم ونوزعه عليهم. هذه هي الحوامة. طيب خليني اساعدك واشيلها عنك، احسها ثقيلة عليك. طيب تسلم. طيب خليني بقول لك شغله، ليش سموها حوامة ومتى تبدا؟ الحوامة سموها وانا امك عشان هم يحومون على الجيران وعلى الربع، وكل واحد تقعد على الزلفة وتعطيهم قاسمة الله. هي. عشان كذا سموها الحوامة. تبتدي من 29 رمضان تبتدي، وبعدين إذا صار كمل رمضان 30 يعودونها مرة ثانية، الله يعينهم، يجيبون لهم مرة حوامة مرة ثانية. أي وثاني مرة نروح نتعيد ونعين خير، ونقوم بالواجب، نجيب الجريش والقرصان، واللي كل واحدة تجيب عيدها وتحطه في الشارع ولا في المسجد، والحريم في بيت أكبر بيت في الحي. واليوم حوامتكم وين؟ حوامتنا في سلمك الله، في الله يعزهم ولا يعز عليهم، في قناة السعودية الأولى، وزارة الإعلام، الله يحييهم إن شاء الله. الله يطول عمرك. طيب خليني بسألك يا أم عائشة جدتي، ليش يعني إلى الآن ما زلتي ما شاء الله متمسكة بهذا الموضوع، وسوية الحوامة وملبستهم اللبس الشعبي، لا زلتي ما شاء الله محافظة وتحاولي تجددين من هذا الموضوع؟ نشوفك ما شاء الله خلال أيام العيد معنا، وشفنا لك مشاركات خارجية وداخلية كثير، وش السبب؟ سلمك الله، يقول اللي يقول له ما له أول ما له التالي، هذا أول شيء. ثاني شيء خايفين عليها من الدثار. تعرف شو معنى وانا ممكن الدثار؟ خايفين انها تضيع. هذه عادة قديمة نبغى نحييها، وزي ما قال المثل اللي ما له أول ما له التالي، نرجعها ونحافظ عليها. وزي ما شفت الشالكي لابسينها البنيات محدثينه، وهو حق الأولين، بس لازم كل واحد زمنه، ونذكرهم انه أول كنا نلبس الشالكي. هذا شوف البنيات لابسين هذا، كنا نحطه على الراس نغطى على رويساتهم، ذا الحين يحطونها زي القلايد عليهم. الله يسعدك، الله يحفظهم يا رب، يسعدك. يلا رددوا ونمكم. عيدي عادت عليكم في حال زينة، جعل الفقر ما يجينا ولا يجيكم. امين ما شاء الله. يلا خلينا طيب نردد ونمشي، عشان الان طبعا مشاهدينا الكرام بندخل على قناه اس بي سي. كلنا نعرف قناه اس بي سي، هذه القناه المميزه واللي تم الاعلان عنها واطلاق عنها في لهيئه الاذاعه والتلفزيون. احنا الحين ندخل لمنسوبين الان، هذه نعيد على عيالي في القناه. يلا يلا يا ابوي، حياكم الله يا عيالي، حياكم الله، يعطيكم العافية. يا هلا بالشباب، يا هلا والله، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. طبعا قبل ما نبدأ، احنا الآن في كنترول قناة اس بي سي، هذا القناة اللي صراحة انطلقت في مطلع شهر رمضان المبارك، واللي تم يعني اطلاقها من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، القناة الجديدة واللي حققت بالتأكيد نجاحات كبيرة في شهر رمضان المبارك. اليوم
هو أول كنترول يمكن ندخله في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأم عايشة جدتنا بتعايد على الموظفين الله يعطيهم العافية، مداومين في الوقت اللي يعني المفترض أنهم يكونون مع أهاليهم في استراحة أو في غيره، ولكن اليوم بصوت واحد كلنا نقول أنتم أهلنا، وإحنا سعيدين صراحة أن نعايد معكم عبر شاشة قناة الوطن. ولا يما جينا سلمكم الله، نعايدكم ونعطيكم حوامتكم، ويوم أنكم ما قدرتوا تجون برا جيناكم جوا، عرفتوا؟ وابدا كن اعتبرونا ان معكم. الله يسعدكم ان شاء الله. امين امين. يلا اجل، يلا تعالوا يا بنياتي، عطوا وخيانكم، يلا شيلوا شيلوا وحده تمسك الغضاره وعطوا، يلا قسموا عليهم، اعطيهم في يديه الثنتين، اعطوه في يديه الثنتين يعطي اخوانه وهم. يلا 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 يا ابوي، يلا يلا وزعي وزعي، يلا خذي خذي ووزعي، يلا بيديت توزعي، اعطيهم يلا اعطيهم، لا تكثرون، يلا خذوا، يلا يلا لا يتكبب، لا تكبب شوي شوي. السلام عليكم. يلا اعطوهم يلا بسرعه، وين الغبيره؟ يلا الغبيره حطوا بيدكم. اي ما شاء الله تبارك الله خير. يلا بسرعه بسرعه. وانا وانا واحد اعطاني، وين انا؟ بس 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 خلاص كافي كافي. الله يعطيكم العافيه. تسلمين تسلمين. خلاص يلا شكرا لكم. يلا غبيرتنا وين هي؟ تعرف تسلم؟ إن ما نقتنع عن الغبيرة عشان نقوس بها. سمي يما سمي. الله يعطيكم العافية. احنا طبعا مشاهدينا الكرام، يلا نبغى نسمع صوتكم، عادت عليكم. يلا يا سلام عليكم. طيب طبعا مشاهدينا الكرام، احنا مع الشباب المبدعين السعوديين اللي يشتغلون في قناه اس بي سي في ايام عيد الفطر المبارك. اتعرف عليك عبد الرحمن الريين. نعم عبد الرحمن، كلامك بخير. عبد الرحمن انت بخير وصحه سلام، الله يعافيك سلام. يعطيك العافيه. بمناسبه العيد وش تقول؟ اقول اول شيء تقبل الله صيامكم وقيامكم، وثانيا من هذا المنبر اتقدم بتبريكات لسيدي الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، وعلى ما قال الله يقبل صيام القيام على كل حال. آمين. آمين. يا رب. حبيبنا يعطيك العافية. يعافيك. سامة الزينة مع هلأي. الله يعطيك العافية. كل عام أنت بخير، عساك بخير وصحة وسلامة. تحب تهني مين بهالعيد؟ أحب أهني الشعب السعودي كامل. الله يبيض وجهك، يعطيك العافية. شكرا. حبيبنا قرب شوي معنا. يا ايش هالكشخة على طول معيد اليوم بالهي العيد. الله يعطيك العافية، كل عام انتم بخير. انتم بخير يا رب. الله يعطيك العافية، وير الله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. الله يعطيك العافية. الشعب السعودي عامة بالعيد السعيد هذا، والشعب السعودي كله يهنيك اكيد. الله يعطيكم العافية، كل عام انتم بخير يا حبيبي. انتم بخير صحة وسلامة. الله يعافيك. اليوم كاجوال ها؟ اي اليوم والله صدمتونا صراحة. والامس وينكم امس؟ كنا كاشخين امس. الله يسلمك. عندك اليوم ان شاء الله معكم بالتاكيد يعني مشاهدينا الكرام، قناة اس بي سي من القنوات اللي اطلقتها الهيئة، وان شاء الله كل قنوات وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون ستكون بنفس الرتم، وبالتأكيد لسه احنا مكملين معكم عبر جميع برامجنا وقنواتنا. وأعود أكيد بالصوت والصورة للزملاء في الكنترول، وحنا بنكمل إن شاء الله مع الموظفين وبنعايد عليهم. أكيد يعني أحلى معايدة صراحة من الأطفال والحوامة الجميلة في أرجاء هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعطيك العافية يا ياسر، وإحنا منتظرينكم، لا تنسونا. طول العمر ختامها معنا ان شاء الله، منتظرين يا ياسر. اوكي.